النهارده من المقرر انه يتم فتح باب الحجز لمشروع سكن مصر في 11 مدينه سكنيه جديده، واللي اعلنت عنها وزاره الاسكان ضمن الاعلان الاخير، واللي بيتضمن وحدات اكثر من 20 الف وحده سكنيه بمختلف المدن الجديده في مشروعات دار مصر وجنه وسكن مصر. الحجز هيستمر من النهارده ولحد الساعه 11:59 دقيقه مساء يوم الخميس 16 فبراير الجاي، يعني 12 هيكون الحجز خلاص وقف. تسجيل هيكون من خلال الموقع الالكتروني لبنك التعمير والاسكان اللي هو www.hpdreservation.com، وهيكون تخصيص الوحدات دي بنظام اسبقيه الحجز اونلاين. مشروع سكن مصر هيتم خلاله طرح 8660 وحده سكنيه بمساحات تتراوح بين 106 و133 متر مربع ب 11 مدينه جديده بمبلغ حجز او جديه حجز 70,000 جنيه بخلاف مصروفات التسجيل، ويتم استكمال سداد 20% من اجمالي ثمن الوحده خلال شهر يبدا من مارس وحتى مايو المقبل. خلونا نعرف الشروط والتفاصيل وطريقه الحجز بالتفصيل من المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية. صباح الورد على حضرتك يا فندم. صباح الفل يا فندم، واهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. لو نعرف من حضرتك شروط التقديم هتكون ايه بالظبط بالتفصيل؟ هم مبدئيا هم 22,335 واحد لمختلف المشروعات، جنة وسكن مصر ودار مصر وقطامية جاردن والإسكان المتميز اللي هو ذو طابع ساحلي. شروط الحجز ان هو النهارده ابتداء من الساعة 10 اي مواطن من حقه ان هو يدخل على الموقع الالكتروني اللي سعادتك لسه اتفضلت وقلتيه دلوقتي البنك التعمير، بيطلع على الكراسة وعلى الشروط اللي فيها كلها، وبيكون محدد في شروط مالية وفي شروط عقارية يكون محدد. حضرتك معانا؟ باشمهندس حاتم، احنا تقريبا فقدنا الاتصال وهنرجع طبعا نعود الاتصال مره اخرى بباشمهندس حاتم محمود حسن. طيب احنا على بال ما نكلمه تاني، خلينا نقول ان احنا زي ما قلنا عندنا عدد كبير من الوحدات السكنيه، 8660 وحده سكنيه، وطبعا زي ما قلنا بمساحات طبعا كبيره، وزي ما انت قلتي الحجز اونلاين. فكرينا بالويب سايت تاني. ما احنا بقى عايزين نكتب كمان الويب سايت للساده المشاهدين www.hpdreservation.com. الحجز ده هيكون لحد مساء يوم الخميس 16 فبراير يا جماعة، الساعة 12 هيكون بالليل خلاص كده الحجز اتقفل، فلحد الساعة 11:59 دقيقة تقدروا تسجلوا أونلاين. وإحنا رجع لنا تاني الباشمهندس حاتم محمود حسن. ألو، صباح الورد يا فندم. صباح الورد يا فندم، أهلا بيك مرة تانية. طيب خلينا نروح من شروط التقديم لشروط المالية كمان. هي الشروط الماليه في جديه حجز زي انا قلت لحضرتك بتدفع دي في الاول خلال الشهر الاولاني، زي ما قلنا جنه وقطاميه عايزين نعرف الرقم كام يا فندم. هو جنه وقطاميه جاردنز 100,000 جنيه جديه حجز. اوكي. دار مصر 80,000، سكن مصر 70,000، الاسكان المتميز والطابع الساحلي 60,000. ده لازم يدفع في الشهر الاولاني مع تسجيل البيانات. بعد ما بنفتح بعد كده التخصيص او الحجز يبدا من 15/3 ل 16/3 الموقع بيفتح. اي حد بقى داخل عايز يحدد وحده معينه او موقع معين بيدخل يحجز، مجرد ما بيتوافق له على الحجز او بيكسب يعني اونلاين بيبدا يستكمل 20% من قيمه الوحده. على كام سنه يا فندم؟ يعني هيك قلت خلاص المبالغ اللي احنا حددناها لكل مشروع دي جديه الحجز لازم تدفع الاول مع الحجز، بقيه الاقساط بتاعتنا تقريبا على كام سنه؟ ما انا اوضح لسعادتك بس الاول، هو بيستكمل 20%. اوكي. بعد التخصيص بعدها بشهر بيروح يستلم، لان الوحدات جاهزه للتسليم بيسدد 10% عند الاستلام. كده هو سدد 30، الباقي هو اللي هيتقسط. هو ده اللي هيتقسط على 3 سنين او 5 سنين او 7 سنين. هو المواطن هو اللي بيحدد نظام السداد اللي هو 3 و5 و7، يعني عندهم لحد 7 سنين اقساط ان شاء الله. طيب عايزين نعرف من حضرتك، يعني حضرتك قلت انه في ما يقرب من 22 شرط للتقدم مش كده؟ لا 22,000 وحده. مش 22 شرط. لا 22,335 وحده. طيب اللي هو شرطين اتنين بس. ايه هم اللي هم
اول حاجه الزوج والزوجه والاولاد الكسر لهم وحده واحده بس، وده شرط موجود في الكراسه. الحاجه الثانيه، اي مواطن حاصل على وحده سكنيه اسكان اجتماعي او قطعه ارض اسكان اجتماعي ملوش ان هو يقدم في الاعلام. طيب بنشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده لقطاع الشؤون العقاريه والتجاريه.